كلامنا النهاردة عن الجبس. اتكلمنا قبل كده عن الأعمال الجبسية وإزاي بنصنع التحف الجبسية وصولا إلى مرحلة التلوين ثم التلميع. وممكن حضراتكم ترجعوا لسلسلة أعمال يدوية بالجبس، هتلاقوا أعمال كتير جدا، منها مثلا طريقة الكتابة على الجبس، طريقة تلوين الجبس، النحت على الجبس، وشرحت مع حضراتكم إزاي نقدر نوظف الجبس لبداية مشروع غير مكلف من البيت. فتقدروا حضراتكم ترجعوا للحلقات وتتابعوها، هتتعرفوا على أكتر من طريقة وأسلوب في الأعمال الجبسية. لو سألتني أنت ليه اخترت الجبس في إضافة اللمسات الديكورية والتحف المنزلية؟ ليه؟ هقول لحضرتك ليه. أولاً، ودي أهم نقطة وأهم ميزة، إن الجبس غير مكلف. يعني تخيل حضرتك إن بخمسة جنيه بس ممكن تشتري كيلو جبس أو أكتر كمان وتبدأ تنفذ تحفة ديكورية. الحاجة التانية إن طريقة صناعة التحف الجبسية سهلة جداً، وبمجرد عرفت الطريقة وعرفت ازاي تتعامل مع الخامة نفسها، خلاص الموضوع بقى سهل جدا وتقدر تنفذ اي قطعة بمنتهى السهولة. يعني اقصد اقول ان الموضوع مش محتاج خبرة طويلة او حتى مهارة عالية علشان تقدر تتعامل مع خامة الجبس. الحاجة التالتة انه بيستقبل اي الوان، بيستقبل اكريليك، بيستقبل الوان بلاستيك، حتى صبغات المقاس. الجبس فيه ميزة مهمة جدا، وهو انه يقدر يتقمص دور اي خامه بسهوله جدا. يعني مثلا ممكن باضافه بعض الصبغات المائيه عليه نحول شكل الجبس لشكل يبدو عليه ان هو قطع خشبيه او حتى قطع رخاميه او حتى قطع فخاريه، وكل ده ايه؟ ببلاش. هعرض لحضراتكم بعض الافكار والاعمال الجبسيه اللي ممكن نوظفها بسهوله جدا مع ديكورات البيت. دي مثلا قطعه جبسيه اشتغلت عليها، الاول رسمت عليها مشهد لبيوت ريفيه زي ما حضراتكم شايفين كده، ورسمت نخل، برج حمام، بعد كده اضفت الصبغات المائيه ثم ورنيش زجاجي ثم هذه النتيجه. طبعا ممكن استخدمها كحافظه اقلام، ممكن احطها على المكتب، وممكن استخدمها كقطعه ديكوريه شكل زينه او شكل جميل جدا يفكرني حتى بمشهد طبيعي من الريف. ده كمان طبق عملته قطعه كبيره شويه ورسمت عليه بالوان الاكريليك الزخارف اللي حضراتكم شايفينها دي، واستخدمته كطبق ديكوري ممكن احطه على ترابيزه او ممكن احط فيه نباتات زينه كشكل ديكوري. اهم حاجة هي الاتقان والمهارة في تطويع الخامة، خامة الجبس نفسها، بحيث انك تخلي المتلقي يسأل نفسه سؤال وهو بيتفرج على القطعة، يا ترى الخامة دي ايه؟ جبس، فخار، خشب، وهو ده جمال خامة الجبس. اتمنى الحلقة تكون عجبت حضراتكم، واننا فعلا نقدر نستفيد من الجبس باقل التكاليف، نعمل اشكال مختلفة ونجرب نحت على الجبس وزخارف ونطلع باشكال ممتازة جدا هتساعدنا ان احنا نغير في ديكورات البيت واضافة لمسات ديكورية بتحف منزلية باقل التكاليف. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا شير ولايك، واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم.